السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح أسافر روج مسحب على الطريقة السورية. هلأ هون بيلزمني فروج، طبعا هون عندي فروجة تطلع لكليين، جزر، فطر، بصل، بطاطا، بندورة، البهارات، هلأ بقول إيش مني، فليفلة حمراء، عفوا دبس فليفلة، مية فرنجي، دبس بندورة يعني، زيت زيتون، خل التفاح أو أي خل بيصير، بس ما منكتر إذا كان أي خل، بس خل التفاح منكتر شوي، تقريبا فنجان هون عندي، ملح، هاي البهارات هون عندي، ورق غار، عود قرفة، زعتر أخضر، كزبرة، بهار، جوزة الطيب، كبش قرنفل، وحب هيل مطحون. من كلياتهم ربع معلقة كبش قرنفل، حبة هيل ربع معلقة، نص معلقة جوزة الطيب، أقل من نص كمان شوي، يعني خلينا نقول شي ربع معلقة، بهار معلقة صغيرة، الكزبرة معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من الزعتر الأخضر، وهون عنا كاسة مي. هلأ هون أول شي لازم بدي أفتح الفروج. هون هاي اسمها فروج مسحب، يعني الفروج ما بده يكون بالعظم، نشيل منه العظم، بس وقت منشيل منه وقت العظم منشيله منه بيطلع منظره مو حلو هيك على الشوي، يعني ما بيطلع هيك شي فخم. أنا شلته قبل هالمرة هيك طلع شقف، يعني ما طلع شي هيك فخم، عشان هيك أنا ما رح أشيل العظم، بس بدي أقسمه وبدي أتبله وأقسمه هيك. هاي هون هذا الفروج طبعا انا غسلته ونظفته مثل ما كنتوا شايفين، غسلته ونقعته بالليمون والخل والملح بعد ما غسلته، طبعا نظفته كمان. هلا اول شيء من هون شايفين بس هيك بنجرح جرح، تفتح معنا هيك عشان نحسن المده، من عند الجناح من تحت الاباط الجناح هيك، هيك بهالطريقة. هلا افتحها من ظهرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدها تكون السكينة اللي معنا تكون حادة هيك، افتحها هيك بهالطريقة. في ناس بتفتحها من الصدر، في ناس بتفتحها من الظهر، بس من الظهر عشان الصدر هون الجلد هذا كله هيك يتحمر. هلا هيك انا بدي افتحها بالصينية، هلا وقت افتحها بالصينية بتشوفوا شلون. هلا اجي اساوي بدي احضر تتبيلة، بس اخسل وارجع. هلا مشان التتبيلة مثل ما قلت لكم، بس اجيب معلقة هون المية فرنجي اللي هي دبس بندورة، دبس فليفلة، خل التفاح فنجان، زيت زيتون او زيت نباتي مثل ما انتم بدكم، بس انا حطيت زيت زيتون كمان فنجان، ملح هون معلقة كبيرة، انتم مثل ما بدكم بتملحوا. انا في ناس عم تقولي انتي بتكتري ملح، بس لا انا ما بكتر ملح، بس هذا الملح التركي هون اللي بتركيا ما بيملح زيادة، مشان هيك تعلمت اكتره حتى يملح. هون مثل ما قلت لكم هاي، لا هون ما رح نحط هدول لاني هدول ما بينخلطوا، نحطهم بالاخير، الزعتر الاخضر، الكزبره، البهار، الكبش قرنفل، جوزة الطيب، والهيل المطحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي هلا رح احط بس نص كاسه مي واشوف سماكته. هلا بالنسبة للخضرة الأساس فيها هي الجزر والبطاطا والفطر، وانتو ايش ما بدكم بتضيفوا كمان خضرة، الخضرة اللي بتريدوها اللي بتحبوها بتضيفوها، بس نحن حكينا على الأساس. هلا هون أنا زيادة حطيته، أنا حطيت بصل لأني لقيت هيك في بصلات نعمات عندي صغار، عشان هيك بدي أحطهم، منظرهم بيطلع حلو وطعمتهم طيبة. وهون عندي خمس بندورات هيك بحالهم بدي أخليهم، بس بدي أغسلهم مثل ما أنا بدي أخليهم كمان وأحطهم
كمان بيطلع منظرهم حلو، ولما بيستووا هيك وتشم بيتحرقوا بيطلعوا طيبات. هاي التبلة. هلا انا بدي اساوي، لازم اتبل الفروجة واتركها اقل شيء، لازم اتركها ساعة ونص ساعتين. حطها بالبراد طبعا، حتى لو كان دنيا شتا بنحطها بالبراد. هلا بحط عليها غطا. بس هون عفوا نسيت احط التوم، بس افرجيكم التوم لحظة. هون بدنا التوم المهروس. هون انا عاملة توم، كل ما بيخلص التوم بجيب التوم وبعمله وبحطه ببيت البوز، بيضل لوقت طويل. شايفين شلون لين؟ شايفين ما بيجمد ولونه هذا هو، هذا هو لونه ما بيتغير ولا طعمته. بدنا نص معلقة كبيرة توم، يعني تقريبا راس توم. لازم مباشرة اخده ارجعه على بيت البوز، ما بصير اتركه برا. مشان هيك انا ما حطيته هون على الطاولة معي، جبته من بيت البوز وراح ارجعه مباشرة على بيت البوز. هذا التوم انا كل ما بيخلص، يعني بيطول عندي تقريبا هذا المطربين شهر، شهر ونص، شهرين، حسب ما بستعمل. لونه ما بيتغير ابدا. انا سويته والفيديو موجود بالقناة، وبحط رابطه، عفوا بحط، هلا بنزله بصندوق الوصف. مثل ما كنتم شايفين هاي التوم هيك خالصة التبلة. هلا بالاول رح اجرحها هيك بس عشان تاخذ الطعمه، التتبيله تدخل فيها هيك. بخلي توصل لتحت يعني للاخير مشان التتبيله تاخذ من جوا ومن برا هيك. حاضر بكفي. هلا حط التتبيلة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمن. هيك نفركها. في ناس عم تقول لي ليش ما عم تلبسي كفوف؟ انا ما بحب البس كفوف. يعني هلا انا البس كفوف وبعدين مشان اقولكم بكمل وبرجع بروح بشرح الكفوف وبكمل وبرجع بلبس الكفوف. لا انا هيك على طبيعتي هيك بالبيت انا، وانا بعتقد انه كل النسوان هيك بالبيت. يعني من دون كفوف ما بنستحكم نشتغل بكفوف اصلا، بس المهم تكون الاظافير مقصوصه، الايدين نضاف الحمد لله. طالما انه بنتوضى كل صلاه كمان الايدين نضاف والاظافير مقصوصه، لاني ما بس تكون اظافيرنا طوال اذا بنصلي وايدينا نضاف. وكل اللي بيصوروا مع احترامي لهم ما بيحسن يشتغلوا بالكفوف، بس قطعوا برشلحوا الكفوف وبيشتغلوا. هيك خليها تدخل تحت الجلد. هلا انا هي بدي اتركها بالبراد شغله ساعتين، ساعتين بدي اخليها بالبراد. هلا بمسحها بالمحرمه بخليها بالبراد ساعتين، بعدين بكون هون انا بدي اروح اقشر البطاطا وافرمها واجهز يعني هي الخضره، واتركها ساعتين ونرجع. هلا بقى هي الجزر هيك قطعته مثل ما انكم شايفين، وهي البصلات هيك صغار كويسات قشرتهم كمان، وهي البطاطات كمان هيك قشرتهم هيك قطعتهم هيك، شكلهم يعني هيك بقى حلو هيك. هاي البندورات مثل ما قلت لكم هيك بدي احط البندوره، انا بدي اخليها هيك على حالها واحطها مع هي تبعتها الخضره. وهذا الفطر، فطر تازه يعني ما هو معلم مثل ما انكم شايفين، بس انا بمسحه مسح ما بغسله غسل، ما بقشره كمان بس بمسحه. خرقة بيضة صغيرة ببرك بمسحه على مهلي. هاي فروجة بعد ساعتين ونص كمان صارت جاهزة. هلا بقي بس اطبقن، هلا بشوف شلون. انا مثل ما قلت لكم هاي البطاطا، ايش في عندكم خضرة بتحبوا تحطوها بتحطوا يعني فليفلة حمراء وفليفلة خضراء. في ناس بتحب تحط كوسة، انا هيك تقطع شوية كوسة ما كتير، ما بعرف حسب، في ناس وعلى حسب الخضرة اللي بالسوق يعني بتحطها مع، في ناس تحط شوية قرنبيط هيك اللي بحبه يعني،
بس هو على اصوله مثل ما قلت لكم بطاطا وجزر وفطر. هذا كله بده يدبل هلا، لا تشوفوه هيك، هذا كله هلا بدبل. حطهم هيك مع بعضهم، بس بدي اخذ شوي من الصلصه هيك عشان احركهم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، شوي هيك احركهم. ريحة التتبيلة طيبة كتير بتشهي. أنا ما بدي كتير أحط له يعني عشان يضل هيك لونهم حلو، هلا بعد ما بستوه بقى هيك لونهم حلو، بس هيك عشان تاخد بس طعمة طعمة التتبيلة. يعني هي صينية هيك تطلع كتير كويسة، يعني شي منظوم هيك كمان إذا عنا ضيوف إذا عايزين حدا هيك يعني منظومة. نحسن نساوي تنتين فروشتين يعني صينية كبيرة. كتر الخضرة شوي، شوفوا شلون بتطلع. صوصي هدول البصلات. هلا شوفوا أنا شو عم بعمل، بخلي بطاطا تحتها، بحاول هيك آخذ جزر وفطر وهيك البصل هيك الخضرة هيك تطلع منظرها حلو. هيك اخليها من هون عشان تطلع هلا بعد ما تستوي هيك تبقى منظرها حلو، خصوصا اذا عنا ضيوف بين عليهم. يعني شايفين شلون يعني بوزعها هيك كلها يطلع منظر على الجوانب. يعني مثل التزيين كاني عم نزينه، يعني وقت تستوي ما بقى فينا هيك نعمل له. هلا بقى حط التتبيلة. يا رب حط عفوا الفروجة. هيك خليها تتشطح هيك تشطيح، تاخد راحتها تاخد مجدة. هيك يعني مثل ما قلت لكم كاني هيك عم نزينه، لاني بس استوت ما بقى خلص فينا زينه غير بهدول اللي هن اله. جزر مو لونه حلو هيك منطالعه اكثر شيء نظهره. خلص بكفي نحط عليها شوي تتبيله هيك، ناخذ من هون هيك مشان هذا كله هلا بخليها هيك تحمر ويطلع لونها حلو. بس كمان ما منكتر فوقها لانه مشان لما ننقمر الوجه ما يطلع غامق كتير، يطلع هيك اشقر. حواج بكفي. وكنت نسياني البندورة وهلا حطيته، لو ما جوزي ابوس روحه بفكرني فيها. هلا بحط له بغطيها بالسلوفان، مغطيه بالسلوفان ومشغل عليها من فوق ومن تحت على درجه حراره 200 لمده ساعه ونص من فوق ومن تحت وهي هيك مغطايه، مشغلين عليها من فوق ومن تحت. بعد ساعه ونص ايش بساوي؟ بفصي من تحت بخليها مشعوله من فوق، بخلي الفرن مشعول من فوق، بشيل السلوفان مشان الوش يتقمر. هيك الوش بياخد معي ليتقمر بده نص ساعة لحتى هيك يطلع لونه كويس. كمان بخلي الدرجة حرارة 200 يعني، لأن الفروج الكيليين مثل ما قلت لكم بدها ساعتين نخليه. احبس البخار على السوا، يعني انا هلا هون مو الا فتحات من الزوايا بدي اسكرهم، هيك يعني نحاول ما نخلي هيك فتحات للصينيه، نسكرها على السوا. هلا بتستوي الخضره كلها، بيطلع شي نظم، بتطلع هيك صغاي بحالها مثل ما شفتوا، ما فرمت قطع صغار عشان تطلع منظرها كويس. هلا مثل ما قلت لكم بدها ساعتين، ساعه ونص مشعولة من فوق ومن تحت ونص ساعة من فوق بعد ما نشيل السلوفان. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهي الفروج اللي مسحها، هاي الصينية صارت جاهزة مثل ما انكم شايفين، وان شاء الله تعجبكم. اخذت معي وقت بالفرن 2:20. شايفين شلون؟ مثل ما قلت لكم شعلت عليها من تحت 1:30، شعلت عليها من تحت 1/2 ساعة و20 دقيقة. ان شاء الله تعجبكم يا رب، واذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك واللايك، تعليق هيك حلو مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.